غاليكم كي دايرين بخير كلشي مزيان. نتمنى تكونوا بألف ألف خير. معكم كيف العادة نبيل الجامي. دونك مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو الخاص لتعلم برنامج اوتوكاد لوغيسيال اوتوكاد. دونك الدرس ديالنا اليوم غيكون على واحد يعني كومون ديسيني ديزان 2D ابخي ترانسفيرمي اون 3D. دونك هاد الدرس هذا تيهم الناس يعني لي ديبيتون لانترميديير افونسي. دونك كيف ما كان النوع ديالك. دونك قبل ما نبداو يعني نشرح لكم هاد لابيس هادي قبل ما نبداو نديرو لا براتيك ديالها تنطلب منكم. دونك كيما انت غتستافد من هاد الفيديو هذا تنطلب منك تبارطاجي هاد الفيديو هذا مع الاصدقاء ديالكم اللي باغيين حتى هما يتعلموا بطوكات او اي واحد تعجبو ديسان. دونك بارطاجي معايا هاد الفيديو باش حتى هو يستافد. واذا كان لديكم تعليقات انتقادات كيف ما كان سواء الانتقادات او لديكم اسئله تريدون طرحها لي فمرحبا بها طرحها لي في الكومنتات وانا ساقوم باجابتكم في اقرب وقت ممكن. دونك نبدا بنعطيكم واحد لمحه على لابيس نشوفوها كيفاش غتكون كيفاش نخدموها اش المراحل ديالها وديك الساعه نمشيو لا براتيك في لوجيسيال اوتوكاد. دونك بالنسبه هذه هي لابيس ديالنا هذا هو يعني لاكون ديال هذا اللوكو هذا غادي نخدمو هذه لابيس هذه كما تشوف كاين فالاكو وكاين لابيس كامله. دونك هذا هو اللي غيكون فيه واحد الخبال غيكون فيه دو دي غيكون فيه واحد يعني الفيلتاج غيكون فيه واحد مجموعه ديال لي زوبجي. بالنسبه هنا دو دي كما تشوفوا معايا يعني عندنا لاكوتاسيون عندنا الكوتاسيون فيها 80 بول 80 العرض فيها 40 عندنا بوليغون فيها 20 عندنا واحد الساعه في الوسط بوليغون فيها 5.5 وعندنا لي غابور لي فيهم 20 الخيار. كذلك الإطار يعني هذه الإطار الأولى إطار 2 فيها يعني ال لوبجيكت ديال لي درنا ديسان دو دي غنديرو حولناه 3D كما تشوفو معايا هنايا. كتبان ليكم عندي لاكوب غادي نوريكم تاني كيفاش غديرو لاكوب في الأوتوكاد يعني مجموعة ديال الأشياء غادي تفهمو غادي تستافدو من هاد الفيديو هذا إن شاء الله. دونك كما تشوفو معايا هنا هذا هو الشكل ديال 3D. كذلك إطار 3 غادي نشوف فيها يعني كيفاش نقادو واحد الهيليز. دونك كيفاش تقاد الهيليز كيفاش دير غيون دو باس كما تشوفو معايا هنايا غيون سيبيريور يعني مجموعة ديال واحد لي موديفيكاسيون باش تغير باش تقاد واحد الهيليز في الأوتوكاد باش حالة ساهلة بزاف هي غنشوفوها. دونك كذلك في الإطار 4 غادي نشوفو يعني كيفاش غادي نقادو واحد لو بولون يعني لو بولون كيفاش نقادو. كي تشوف معايا المراحل تنديرهم إذا يعني كون حاجة دير بوليغون تاني حاجة دير سيركل تالت حاجة غدير هيليسكل آخر حاجة غدير واحد سيركل في بوليغون حتى غنشوفوها. هادشي كامل غنشوفو حنايا بيان ديطايي المشروع مزيان غنشوفو يعني كابراتي في الوغزيال. كذلك بالنسبة لإطار 5 إطار الأخيرة في الكوب هنا وهي غنقادو واحد يعني بحال واحد لي سيركل غيكون فيه واحد اكسبريسيون ديال 50 حتى هما غادي نقلب الى لوجيسيال يعني هادشي اللي شفنا دابا في درنا فيه غنديرو براتيك. دونك على بركة الله في 40 فوالا وهنا غندير 80 فوالا لاقل مع الفوان فوالا دابا غندير واحد الغاكور الغاكور ديال 20 دونك غاكور دو 20 فيون فوالا الخط الاول مع الخط الثاني فوالا في كار لا اونتري تتعاود لا كوموند تريكتيف اوتوماتيكمون فوالا. دونك بروميير لي افي دوزيام لي فوالا سيليكسيوني لو برومي لي في دوزيام لي فوالا كوم سا فوالا. دونك غادي ندير واحد لاكس هنايا على لاكس هنايا فوالا باش ندير السونتر فوالا باش نصنع البوليغون فوالا. دونك تسيليكسيوني باش دير لاكس باش يبان لكنا لي زاكس يبانو. دونك تجي اول حاجة غتدخل هنايا دي كالك اوت شارجي تختار تي لين لي بغيتي نتايا يعني الاختيار ديالك وغنديرو لاكس مثلا لاكس اوكي. دونك تسيليكسيوني لوبجي فوالا وتقولي هنا اكس فوالا كوم سا تقدر تموديفي اوكي فوالا. دونك ايشيل نقولي 0.07 جوج مثلا
شي بالك متغير فوالا دونك دابا غادي نديسيني واحد سيركل فيه 10 غيون فوالا تنكليكي على بوليغون تنديرو فيها 6 ديال لي كوت فوالا تنقولي سبيسيفي لو سونتر دو سيركل هنا تنقولي انسكري دون ان سيركل فوالا انسكري دون ان سيركل كوم سا تنقولي بارابور لو سيركل يعني تناخد لا بارديرا عندي على قد دائرة قد لو سيركل فوالا دابا بلي قمت بالرسم ديال البوليغون غادي بامكاني نقوم بمسح السيركل فوالا حيت السيركل درنا غير باش تعاوننا باش نقادو بوليغون فوالا دابا عندي يعني واحد السيركل هنايا فوالا واحد السيركل غيكون فيه 5 غيون فوالا 5 فاصلة 5 غيون ابخي عندي واحد غيكون واحد السيركل هنايا فوالا السيركل غيكون فيه تاو 5 السيركل اخر هذا غندير ليه فقط غادي نقوم بالميغوار تجيني السهلة فوالا كوم سا نقولي بارابور لو سونتر فوالا كوم سا كاسكو جي انكور فوالا دونك بوليغون لي سيركل سي بيان دونك مانتنون اون فا افيشي لي كوتاسيون فوالا كوتاسيون دونك من هاد الاكستريميتي لهاد الاكستريميتي خصنا تكون عندي تكون عندي 100 فوالا كذلك ناد extrême net point net point les 40 c'est bien donc principal maintenant le rayon afficher le rayon voilà clic le rayon voilà donc non déjà le ça va donc c'est pas la peine donc je vais regarder le polygone c'est correct donc c'est très bien donc le principal l'objet de l'utilisation de D maintenant غادي نمشيو ل يعني غنمشيو ل 3 دي باش نبقى يعني بالنسبة ليكم نخدمو مزيان دونك غندير واحد كوبي كولي هاد فوالا كوبي كولي باش تبان ليكم نخدمو واحد طب اخر ديال 3 دي فوالا دونك غادي نقوم بمسح لاكوتاسيون فوالا وغادي نمسح كذلك لي زاكس كومسا فوالا كيما تشوفو هنايا الشكل ديال هنا 2 دي فوالا هنا 2 دي وهنايا غنديرو 3 دي دونك باش دير 3 دي خصك يعني دير لا ريجيون دونك لا ريجيون دونك فوالا ريجيون فوالا دونك سيليكسيوني تو لوبجي فوالا تو لوبجي كوم سا اونتري فوالا كي تشوف هنايا لوبجي ولا شكل ريجيون يعني شكل كونتور فوالا دابا غادي نمشي يعني ندير ايزوميتريك فوالا ايزوميتريك فوالا تمشي الاكستريزيون كما تشوف معنا الاكستريزيون كما قلت لكم عندنا في هذا الكونتور الاول غيكون فيه يعني واحد الارتفاع ديال 20 فوالا فوالا بالنسبه فوالا بالنسبه للبوليغون غيكون واحد 10 فوالا 10 فوالا وبالنسبه للدائره غتكون يعني فيها 40 فوالا دابا غادي نمشيو يعني رياليست دونك ستيل فيزيال كونسيبتويال باش نديرو سوستراكسيون دونك تمشي هنايا الاوربيت فوالا اوربيت فوالا اوربيت زون فير ليتوندي فوالا تورني لوبجي كوم سا Voilà. Donc, c'est cliquer là, soustraction. Donc, soustraction. Premier objet. Donc, dire soustraction. Premier objet. Voilà. Je sélectionne. Deuxième objet. Voilà. Entrée. Donc, une chevronnaire. Voilà. C'est la première. Sélectionne, on dit soustraction de cercle. Voilà. Entrée. Deuxième, voilà. Voilà, que tu peux m'aider. D'abord, on a, d'abord, on a dit, l'expression, d'abord, on a dit, 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 on a dit
اوكي باش تناخذو يعني واحد تنخذ البي فوالا فوالا تنخذ البي كوم سا فوالا تنجي فوالا تندير واحد الدائره اخرى هنا دائره فيها 5 تعدنا كتشوف معايا الدائره تاعها 5 غادي فوالا دونك غادي ناخذ هيليس فوالا هيليس تنخذ لو سونس ديال الدائره تندير 5 ديال غيون دو باز و تندير 5 ديال غيون يعني لا هوتور سوبيريور و تندير يعني شراد من تور شراد تكون نونك شحال من دوره غتكون عندنا دونك تنكليك على التور و تنولي مثلا عندي 10 و نولي لا هوتور شحال ديال الارتفاع نولي عندي كذلك يعني تي اش اوكي عندي كذلك 10 دونك تجي هنايا تندير ايزومتريك كتشوفو معايا هنايا شوف معايا هنا دونك غندير واحد الدائرة اللي غيكون فيها 0.4 فوالا تنجي البلاياج فوالا البلاياج تنسيليكسيوني لوبجي اونتخي تنكليكي على هيليس فوالا كيفما تشوف معايا هنا اولا ولا بلاياج دابا غادي نمشي غندير ليه يعني ديبلاسي فوالا تمشي ديبلاسي فوالا فوالا ديبلاسي فيغ لو سيركل كونكخير نقلب على لو سونت نقلب لو سونت غندير اوربيت باش يبان ليا مزيان فوالا فوالا كوم سا فوالا فوالا تخي بيان دونك غادي نشوف دونك مزيان دونك غندير دابا سوستراكسيون دونك كليكي على لوبجي لي مغيحيدش نكليكي على لوبجي لي غادي يحيد فوالا سوستراكسيون فوالا اونتري كيفما تشوفو معايا اولا دابا لا لا ولا هيس ولا تاروداج كيما تشوفو معايا هنا دونك نحيد هاد سميتو باش يبان فيني فوالا دونك مزيان كيما تشوفو معايا هنايا فوالا دونك حنا قربنا نساليو ليكزيرسيس ديالنا هو غيكون شوية طويل لأني حيت فيه خدمة حيت فيه دو دي وفيه تخوا دي فوالا دونك هادشي متحيد لي غيكون حساد غير دونك غيكون غيخوض شوية ديال الوقت دونك غادي نمشيو ل دونك غادي نقادو لو بولون دابا لو بولون دونك نقادو لو بولون ديالو دونك غادي نمشي هنا ناخد في تعطيه في في با فوالا في با تمشي البوليغون البوليغون غادي يكون فيه واحد يعني قبل ما ندير البوليغون ندير واحد الدائره بدا دائره يكون فيها 8 غيون فوالا وغندير واحد البوليغون غيكون فيه يعني 6 لي كوت فوالا سبيسيفي لو بوان دو باس ديال الدائره نقول انسكري دون ان سيركل كيف جرات هذا فوالا و تنقول لي ثاني واحد واحد الدائرة في الميليو فوالا كوم سا دائرة كون فيها 5 فوالا 5 كوم سا دونك تنقول لي ايزومتريك فوالا بعد ما قمنا ب رسم البوليغون تنقوم بمسح الدائرة فوالا دونك تنقول لي اكستريزيون فوالا نقول لي اكستريزيون بيس فوالا نقول ليه ناقص 10 كوم سا ماتنو غادي نمشيو لهيليس فوالا كيف جرات العادة هيليس فوالا جاي في ليا في الدين فوالا هيليس تنرسم واحد الدائرة فيها 5 هيليس تناخد بوان دو باز دونك ندير الغيون الغيون دو باز 5 الغيون سبيريور لا هوتور تاو خمسة تنقول لي نومبر دو تور تكتب تي فوالا اونتخي تنقول لي 10 تنقول لي هنا لا هوتور دونك لا هوتور دونك اش تي فوالا تنقول لي 10 فوالا خمسة تنجي هنا ايزومتريك باش يبان لي اش درت دونك ترسم واحد الدائرة فيها 0.4 فوالا تنقول لي بلاياج فوالا تنسيليكسيون لوبجي اونتري
نقول لوجي نمشي مع بالايش كنشوف معنا فوالا كنشوف الشكل ولا بالايش دونك maintenant نقول لي ديبلاسي فوالا باش نديرو سوستراكسيون ديبلاسي فوالا هاد هاد لو سونتر تيرا اي لا سونتر ديال تيرا اخرى فوالا دابا نقول لي سوستراكسيون تدي اوربيت باش تدير لي شي مزيان soustraction voilà l'objet entrée bon. Premier objet entrée deuxième objet voilà tu m'as rien hein. Donc on voulait voilà donc c'est très bien voilà donc on déroule d'abord l'assemblage voilà l'assemblage tu m'as rien hein. Voilà l'assemblage. Alors, donc, on dit, on dit, on dit, rotation 3D. Donc, rotation 3D, bish. Clip de l'objet là, bish. Voilà. On voulait, voilà, comme ça. Voilà. Rotation 3D. Voilà. Donc, on voulait déplacer. Déplacer. Voilà. Point. Quand on voulait, je compilais, tu veux que je te dise, voilà. Donc, on voulait déplacer. Voilà. Voilà. Très bien. Donc, je vais lire, filière réaliste, puis je vais lire, bien. Voilà, mes amis, donc c'est très bien. Voilà, je peux pas qu'il y ait pas qu'il y ait la pièce, donc c'est un jeu. Sans faute, c'est une vie, voilà, comme ça. Voilà. Sans faute, filière de D. Voilà. Donc déjà, la pièce est bien, on a repéré, copier-coller, voilà. Voilà. Sans qu'on puisse supprimer le chef là, on va ajuster les dents. Donc, et même, voilà, même. Voilà, ça combine Nasria, donc Nasria, voilà, couper-coller 4 fois, comme ça. Donc, balayage, voilà, entrée, voilà, balayage, pardon, balayage, entrée, donc, balayage, entrée, voilà, donc, balayage, entrée, et voilà, donc, ça remplit, voilà, union, si vous voulez, objet واحد, sélectionner, comme ça, voilà, sur objet, voilà, voilà, déplacer, voilà, déplacer, sélectionner, point, comme ça. Et miroir, voilà, miroir, par rapport à un point, voilà, donc, isométrique, donc je vis, union aussi, aide la moitié, voilà, comme ça. Après, je vais déplacer vers le milieu, voilà, déplacer vers le milieu, comme ça. Voilà, à l'embout, voilà. Donc, vers, vers 10, voilà, comme ça, milieu, voilà. Après, je vais soustraction, voilà,
comme ça. Et voilà, mes amis. Donc, c'est très facile. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on a encore? Voilà, donc, orbite. Le orbite, voilà, comme ça. Voilà. Voilà. Donc, un fichier la coupe. Voilà, donc, je sélectionne la vue, voilà, comme ça. Filière de D. Voilà, donc, ici, du coup, voilà, du coup. Donc, plan, coupe. Voilà, spécifie, milieu. Voilà, spécifie, milieu. Voilà, comme ça. Donc, je sélectionne ici. Voilà. Donc, je vais, comme ça. Voilà. Donc, regardez. Voilà la coupe. Voilà. Afficher la coupe. Vous pouvez aussi faire comme ça. Si bien comme ça. Quelque chose. Voilà. Ah. Section. Si vous voulez comme ça. Voilà. Donc, vous avez le choix, si vous, donc, vous avez, pouvez, manipuler comme vous voulez. Voilà, bien sûr. Alors, on croit vite. Ah, petit, vite. Orbite. Voilà. Voilà. Donc voilà, c'est la même pour afficher la coupe. Voilà, qu'est-ce qu'on a encore? Voilà, donc, la dernière, c'est, voilà, c'est les poteaux. Voilà, donc, les poteaux. Donc, on, la vue, voilà, comme ça. Voilà, on va dessiner, cercle. Bien, juste copier-coller. Voilà, copier-coller, voilà, copier-coller, voilà ici, et voilà ici, isométrique, voilà, donc, extrusion, seconde, voilà, donc, ça. Voilà, donc je vais tourner une pièce. Et voilà, donc je vais déplacer. Déplacer devant, comme ça, voilà, c'est très bien, voilà, pour bien déplacer, donc, afficher, donc, déplacer, c'est la même chose pour deuxième. Et voilà. Voilà, mes amis, ici, voilà, on a terminé.
بون اصدقائي انتهى درسنا اليوم، نتمنى تكونوا استفدتوا في هذا الدرس هذا. دونك ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو هذا مع الاصدقاء ديالكم باش حتى هما يستافدوا كما استفدتوا انتوما. دونك ما تنساوش الاشتراك في القناه وجيم لا فيديو، ونلتقيكم في الوقت القادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله.